والثقافة في الجامعات في العام الدراسي الجديد لاكتشاف مواهب وقدرات الشباب ورعايتها من الأخبار الحقيقة المشرقة جدا، حيث التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مع الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة. صرحت دكتورة إيناس وزير الثقافة أن اللقاء ده بيهدف إلى تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي بغرض إقامة أنشطة فنية وفكرية متنوعة من مختلف الجامعات المصرية للمساهمة في بناء شخصية الشباب في المرحلة العمرية دي واكتشاف القدرات والمواهب اللي بتكون عنده في الوقت ده ورعايتها وخلق أجيال قادرة على تحقيق الأمال والطموحات المرجوة. الحقيقة في ختام اللقاء أهدى مستشار وزير التعليم العالي وزير الثقافة الدرع التذكاري لمعهد إعداد القادة لتقديرا لسعيها الحقيقة الدؤوب في دعم روح الانتماء وترسيخ مفهوم المواطنة من خلال فعاليات متعددة لألوان الفكر والفنون والأداب اللي بتنشر هذا الوعي التنويري خصوصا في الجامعات اللي احنا فعلا محتاجين جدا ان هي ينتشر فيها هذا النوع من انواع الوعي وهذه الثقافات، خاصة الثقافات الفنية والخاصة بالجانب الإبداعي لدى الشباب.